معي من مكة المكرمة نائب مدير الاتحاد الروهينجي عبد الله معروف. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد عبد الله. منذ فترة نتحدث ونتابع تصاعد المعاناة ومأساة في الروهينجا، ولا نتابع أي جهود حقيقية، لا يوجد أي شيء داخل الأرض البرمية إلا التصعيد. طبعا نسمع التنديد فقط، ومن كل الصرح الدينية يعني أبرزها إن كان من الفاتيكان من الأزهر، ولكن لا نتابع أي جهود. فعلا نحن اولا نشكر قناه الان على هذه المتابعه المستمره وتسليط الضوء على هذه القضيه المنسيه حقيقه. اهلا وسهلا. ما يحصل يعني ما يحصل حقيقه في اركان من التصعيد، يعني حتى وكما وصفها الامير سيد بن رعد المفوض السامي للامم المتحده انها عمليه امنيه قاتله ضد هذه الاقليه، وان ما يحصل الان هي ترقى يعني الى جرائم ضد الانسانيه وجرائم ضد الحرب، وان اذا حصلت هناك محاكمه فربما تدان ميانمار بالتطهير العرقي. وصرح ايضا انه تم رصد يعني عبر الاخبار الصناعيه تحركات الجيش وقوات الامن وهم يحرقون القرى والمنازل. حقيقه يعني النهايه النتيجه صفر في ارض الميدان والواقع. يعني نحن نقول ونصيح دائما ونقول الروهينجيا ليسوا بحاجه الى الطعام والشراب، هم بحاجه الى الحمايه الامنيه. قد لا ندرك يعني كما ذكر المفوض السامي في الامير زيد الرعد حين قال ان هذه العمليه عمليه اجلاء كامل وطرد كامل للشعب كامل من ارض لهم كانوا يسكنون فيها وهي ارضهم. فهذه العمليه عمليه يدان فيها حكومه ميانمار ادانه واضحه جدا. انا استغرب يعني حقيقه صمت المجتمع الدولي واتفاقهم بالتنديدات والتصريحات وترك الوضع على ما هو عليه. لابد الان اذا تعنتت حكومه ميانمار حتى من ايصال المساعدات الانسانيه، الحل واضح جدا، ليس هناك حل اخر وهو دخول يعني قوات حفظ السلام لايصال المساعدات ودخول قوه دوليه. اما السكوت عن ميانمار هذه التي اصبحت الان مثل الفتاه المدلله لامريكا وهي التي تدعمها الان من خلال يعني الديمقراطية الكاذبة من أجل مصالحها، هذه الأشياء كلها مرفوضة ضد الإنسانية المهدرة حقيقة، وهي الجهود يعني لا ترقي للمسؤولية من قبل المجتمع الدولي خاصة، والآلة القتل والسحل تعمل فيه من الآن. لماذا سيد عبد الله، ومن الذي بإمكانه أن يحمي هؤلاء يعني على الأقل من المزيد من المعاناة؟ يعني حتى المجتمع الدولي لا يتحرك كما قلت حضرتك، حتى على صعيد سحب جائزة نوبل للسلام كما توقع كثيرون من سوتشي. طبعا كما قلت يعني تزيد المعاناة وتمنع المنظمات الإنسانية من الدخول، تمنع الدخول المحققين. نعم، إذا يعني إذا كان المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن هذه المؤسسات العليا التي اتفق العالم واتفقت الدول على مرجعياتها والرجوع إليها تمام في مثل هذه المواضع، إذا لم تقم بمسؤوليتها فمن يقوم بمسؤوليات؟ يعني هؤلاء العزل المساكين يثقون بمن بعد ذلك؟ لذلك لا ينبغي وضع اليدانون في اي حال من الاحوال اذا قاموا برده فعل، وهي تكون رده فعل جدا طبيعيه حين يقومون بنفسهم باخذ حقوقهم. نحن لا ندعو الى الوصول مثل هذه النقاط والى الوصول الى حبل السلاح او المقاومه. نحن نريد هناك يعني حلول سلميه للموضوع، لان هؤلاء العزل لا يملكون شيئا، ولكن لا يلامون في اي حال من الاحوال اذا قاموا باي عمليه من الان وصاعدا. حتى كوفي عنان اللجنه التي كونتها سان سوسكي برئاسه كوفي عنان حتى بنفسه صرح في مؤتمر الصحفي ان ميانمار لو لم تقم بمسؤولياتها من الان وصاعدا فان هناك سيكون عنف يهدد السلم المجتمعي ولا رجعه الى الخلف بعد ذلك. لذلك المساله مساله خطيره جدا، وينبغي ان تكون هناك حلول فعليه عمليه على ارض الواقع. أنا أشكرك جزيلا نائب مدير الاتحاد الروهينجي عبد الله معروف على هذه المشاركة معنا من مكة.